ايوا انت مؤسس في حق واحد القضيه. ايوا لا ما نقولش في مؤسسين من خدمه الدفاع. نعم. واليوم راه قرر يعني المحامين يقاطعون الجلسه والمحكمه، رئيس المحكمه قرر ان يستمر في محاكمه المتهمين. وانتم وبدا احنا الظروف ما كانش، انا شخصيا المحفظه نتاعي تقطعت، طحت قريب كسرت، مع ان كانش عندنا ظروف تاع العمل. احنا هذه مبدئيا مالناش يعني كما قالها يعني ما عندناش ان ديزاري البونس على الاحكام ولا على هذه، لكن ظروف العمل مالناش المحامين ما قدرش يؤديوا المهام تاعنا. اذا مادام ما قدرتش ندافع، ما قدرتش نجبد الكرطاب تاعي، ما قدرتش نجبد الكتاب تاعي، ما قدرتش ندير حتى شيء، نخرجوا المهام تاعي، نخرجوا من القاعه. استاذ بخصوص اختصاص المحكمه، طرحتوا هذه النقطه؟ ما طرحنا والو، مادام انه ما حضرناش وما تاسسناش. احنا رانا كهيئه الدفاع فقط، رانا ندافعوا اليوم على حقوق الدفاع وعلى ممارسه المهنه قبل الدخول في الملفات و الدفوع التي قد نوفرها، قد نتمكن من إثارتها. لم نوفر أي شيء، ولكن واش عثرنا أنه الدفاع ليس له كما قالها ظروف العمل، ظروف عام غير متوفرة، إذا ننسحب. كل دفاع انسحب؟ لا هذه ما عندناش، ما قدرتش نقول أفضل من أخر الجراح. المحاكمة راح تتم بدون المحامين، وبداوا وبدأ أول متهم راني سمعوا به هو السيد يحيى أحمد. راني سمعوا فيه والمحامي والمتهمين عندهم حق باش يدافع باش يتكلموا ولا ما يتكلموش. يقدر أي متهم يقدر يقول أنا لا أدلي أي تصريح بدون محامي، ويقدر يدلي بالصحه نتاعو، والمحاكمه تتم بعد طلبات الاطراف المدنيه اللي شايفين الطرف المدني كاين قد يقرر يستانف في المحاكمه. يعني لا استانف ماشي غير قرر، راه كل الجلسه كل هي انسحبت ولا بعض. يبدو لي انها كلها انا نشوف في واسمو الا دفاع الاطراف المدنيه. سي نورمال الطرف المدني لازم يكون حاضر باش يقدم طلباته كما قالها بور لو بريجيز دي ريزول كاسوبي ريزول. وكاين طرفين مدنيين، كاين ربراب وكاين عشيبو. عندهم بون ربراب جو سي با سي سون افوكا، مي عشيبو جي بي سون افوكا.